منورنا وكان نفسنا يبقى العدد كله موجود، لكن خيرها بغيرها ان شاء الله. مرحب بيكم، ويعني لا تتخيلوا مدى سعادتي، لا تتخيلوا مدى سعادتي وانا بتجمع بيه حد عارف فاهم لغتك، فاهم انكشافك ومكساتك وكل حرفاتك. كنت دايما اروح الفعاليات اللي مع جلال يمنية دايما ان شاء الله، الجاليه الجزائريه نفس الكلام، فتبقى طلبه المصريين فده شيء مدعاه فخر. عملته عمل جميل جدا جدا، سمع حلوه الحمد لله. اسال الله سبحانه وتعالى يرزقكم من الصدق والاخلاص والاستمراريه. ودي الكلمه صراحه اللي انا دايما بحب يعني اقول فيها، الفتره اللي انت فيها دي يمين رجعني احلى فتره في حياتك. صحيح احنا مطالبين تذاكر طبعا وزات اللي كل يومين والتاني والهزس والامتحان، لكن اجمل فتره ينفع ان انا اختبر فيها مهاراتي، مهاراتي الاجتماعيه، اختبر فيها قدراتي، اختبر فيها نقاط القوه اللي انا ممكن اقويها بعد كده، اهدافي اللي انا عايز احطها، اللي مهاره التواصل والتفاعل والاقناع. يعني في كارثه كبيره تقريبا الاقناع. طب الاداره ماشي سهل نتعلمها وناخد فيها دورات ونعرف ندير مجموعه كبيره ولا مجموعه صغيره، اهداف مرحليه ولا مستقبل، لكن الاقناع ده هو اللي بيبقى محتاج فعلا العمل بقى اللي انتوا بتعملوه، ان انا احتك واعرف ده اللي الكلمه دي تنفع منى ما تنفعش احمد، تنفع مجدي ما تنفعش استحمد، وهكذا. انا طبعا مش عايزه اطول عليكم عشان نبتدي شجعنا خلاص، جوعنا صراحه، يا ريتنا كنا صمنا لكن خليني اديكم كلمه جميله جدا جدا. كنا دايما بنديها في دورات بس الامل، طول ما انا عايش في امل. طبعا احنا هنا دلوقتي في وضع، واخر اليوم هقول لكم على وضع تاني خالص يعني، لكن الوضع اللي احنا فيه ده ونبس الامل فيه، يقول لك العمل تحت ضغط. ايه علاقه الامل وان انا بس الامل اللي جوايا والعمل تحت ضغط؟ هات الحديث. وانا لازم اقول حديث بقى عشان معرفش اقول غير حديث. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرك كانك تموت غدا، ولو قامت الساعه في يد احدكم فسيله فليغرس. لو انا كفكر يعني ما الساعه هتقوم يعني والبحر هتفجر والجبال هتقع، فايه يعني علاقه ده باغرسها؟ ايه اللي اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك واعمل لدنياك كانك تعيش. الواحد اللي يحط خطه سنه وخمس سنين وعشر سنين ده حد دماغه فل جدا، ده برنس البرانيس صراحه. ليه؟ ليه؟ واحد باصص لقدام. لما نيجي بنت حاوده على الجواز لازم اعمل حته، تيجي مثلا بنت وتيجي تقول لي متقدم لي فلان بس انا متردد. ليه؟ كويس كل حاجه بس مش باصص لقدام. قلت لها طب نبصصه، يعني مش باصص لقدام توريني بص لقدام. دايما تبقى عينك انا رايح فين. ولما نيجي نخاطب حتى الازواج اللي حابه تقنعي الزوج بحاجه وبتاع، وريله مقالاتها لسه سامعه، وريله مقالاتها في المستقبل. انت ايه اللي هيعود عليك في المستقبل؟ حلو جدا، مخك يفهم. ومخ البنت طبعا مشاعر، نتكلم في موضوع الجواز ده بقى. لكن يعني انا وصيتي ليكم، مش عايزه اطول بقى عشان عبال يا مكلار ما يجي. خلي دايما عندك هدف، وخليكوا دايما ناجحين، وخلي لك بصمه. الله نور الدين كان هنا، ايه الدليل؟ قال هو شايف بصمه عامل ازاي؟ دي مش شعب الجونشني، اسمعني انا دي دولة جونشني، دولة بحالها. ف ايه دليل ان انا كنت موجود في الحياة؟ دليل ان انا موجود في الحياة عملي ده، عملي. بس العمل ده عايز له حاجتين، وده للأسف اللي بيقع فيه غيركم كتير جدا. أنا شفت تكتلات وائتلافات كتيرة كتير، يعني أنا مثلا ملتزمة يعني من نص أولى جامعة، يعني مش من أولى جامعة، نص ونزلت بقى والعمل بقى يلا اسبوع الحجاب بقى اسبوع الصلاه، وهيصه كان عندنا هيصه صراحه. ائتلافات شفتها كتيره جدا ووقت ما كملتش. انا بقول لكم ده في بدايه العمل الجميل اللي انتوا فيه، لان انا شايفه ما شاء الله الهمه والعزيمه وان شاء الله تكملوا علشان العمل يكمل له حاجتين ويبقى فيه استمراريه فيه له حاجتين. اخلاصه انا بعمله بحاول اطيب، ممكن حد يسأل معلش اطيب الخواطر، حلو الكلمه الطيبه حلوه صدقه. لازم يكون انا بعمل لله. ما هيعود عليا نفع في الدنيا، لا طب ما انا عايد عليا نفع، حلو حلو عايد عليك نفع، ده ما ايه المشكله؟
النبي عليه الصلاه والسلام صلوا عليه قال ايه؟ وما ضير ان ياخذ الاجرين، يعني ايه المشكله ما ياخذ الاجرين طالما انا عامل لله وعامل للمنفعه العامه. بصوا الحديث الثاني عشان بس اديك قد ايه مصداقيه، مش مصداقيه بس ثقل، والله حاجه تقيله كده، مش عارفه الزبرجد الاحمر باين، اي حاجه تقيله قيمه غاليه قيمه اللي انتوا بتعملوه في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا الله سبحانه وتعالى يكفيك همه ويكفيك غمه ويقضي لك طالما تقضي للاخرين. احنا كنا ندور فين يا جماعه الامتحان؟ لا مش هتجيبوا لنا الحاجات مكتوبه، طب مين اللي هينزل لنا الاسئله؟ طب مش طب انتوا تجيبوا لنا الاسئله؟ اي حاجه اي حاجه من الدكاتره، دخلوا البنات، دخلوا البنات للدكاتره يجيبوا اللي والله كانت هيصه كبيره عشان ما بيعرفوا يتكلموا. فالشغل انت بتنفع نفسك وبتنفع غيرك. بصوا بقى احب خلق الله الى الله عز وجل انفعهم لعيالي اللي انفعهم للناس. فانا بعمل حاجه مش ليا بس وعرض على الاخرين ولهم مردود سواء حالي او مستقبلي او كذا. ده جزء يبقى العمل لله. تاني حاجه انه يكون صالح يكون صح، وده اللي بيقع فيه الائتلافات التانيه. تبص تلاقي ايه عاملين حاجه تحفه وتعبانين وبهدلين وصارين الساعه مش عارفين والبنات محضرين ايه وبتاع، وبعدين يجي العمل مش صح او في شويه حاجات لا ترضي الله. انا بقول لك اهو لسه بتكلم عن تزعلوش تزعلوش على الكلمه اللي هقولها هنا سوا عشان خاطري. لسه بتكلم عن المهرجانات، قلت لهم ايه الثقافه اللي طالعه دي بقى؟ كلموني بقى ايه الموضوع ده؟ فرح مهرجان على السلام جاي مش عارفه مين رايح. ايه يا جماعه بقت الدنيا. انا اما اجي اقدم قيمه انا تعبان فيها وانا عارفه قد ايه، شوف مثلا عشان بس نعمل بمب، عشان بس نعمل مش عارفه نكتس بس، طب علشان ننزل على صوت فريق السوشيال مش عارفه نعمل ايه، ده شغل كبير تتعب. ما تتعبش على الفاضي، احفظوا الكلمه دي يا بنات، ما تتعبيش على الفاضي. احنا نتعب عشان نرتاح في القفص ده واللي انا بعيش عليه هموت عليه والقصص الجميله دي، بس بلاش نتعب على الفاضي، بلاش الهباء المنظور، خلينا المسار. ايه يا عمرو انت فين؟ لا لك ولاولادك ودنيتك حالك بعد كده. انا مش عايزه اطول عليكم، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها يعني فرصه جميله لبدايه خير. بكره فكركم واحنا لسه اهو قدامكم اربع خمس سنين، وبكره فكركم فاكرين لما كنا لسه في اول مش عارف فاكرين واحنا كذا. يلا السلام عليكم. سبحانك انتوا في خمسه بتتخرجوا وشوفوا القيمه اللي انتوا سايبين. ارث انا اعرف اخ، مش ده ذكر اسماء عشان حاجه تطلع السوشيال، اعرف حد كان في صيدله كان ما فيهاش كان صفر عمل امتحان وعمل طلاب. اللهم بارك اللهم بارك، جاب صيدله وجاب اسنان ومش عارفه جاب ايه وجمعهم كلهم وعمل عمل الى وقتنا هذا. الكلام ده من 23 سنه، بس انا عارفه قوي اعتبرت 23 سنه الى الان مذكراته وكلامه والعمل اللي بدا والبذره اللي غرسها لحد الان موجوده في صيدله. عايزه اقول لكم مره من المرات العميل بيقولوا هاتوا الامتحان سهل يا جماعه، هاتوا الامتحان سهل عشان فلان ينجح ويطلع من الجامعه. عايز يطلع الكليه بقى خلاص بسبب النشاط اللي كان عنده. فانا مستبشره خير وشايفه، انا بقى جايه لكم المستقبل اهو شايفه لكم، بقول لكم ان شاء الله باذن الله ربنا يفتح بيكم عمل جيد ويفتح بيكم حاجه جيده والى الامام وربنا معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.